يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي وقام بشنق نفسه حتى مات، وعندما أتينا به للصلاة لم يصل. يقول شخص كان يعاني من مرض نفسي فقام بشنق نفسه حتى الموت، وعندما أتينا به لنصلي عليه لم يصلي عليه إمام الجامع، وأخبر أن يصلى عليه من قبل عامة الناس، وصلى عليه عامل المغسلة، فهل كل قاتل لنفسه لا يصلى عليه إلا من عامة الناس؟ هذا جاهل، هذا الإمام جاهل، اللي قتل نفسه أولا أنه مسلم، والمسلم تجب الصلاة عليه، مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لا يكفر بذلك، له حق أن يصلى عليه، واجب هذا. الأمر الثاني، إن الذي لا يصلي على قاتل نفسه هو الإمام، الإمام الأكبر، ما هو بإمام المسجد، الإمام الأكبر السلطان، لأن هذا فيه ردع لهؤلاء ولأمثالهم. الإمام الأكبر هذا يسمع الإمام وحسبه إمام المسجد، لا يجوز أن الإنسان يأتي الأمور عن جهل وعدم فقه. نعم. وأيضا هذا يقول أنه مريض مرض نفسي، مريض مرض نفسي، ما فعل هذا عن فكر وعن عقلية. نعم.